يا أهلا بيكم. هنتفرج على لعبة أنا مبرمجها في لغة الدي، لعبة مبرمجها بلغة الدي، لعبة اسمها باجلز، زي ما احنا شايفين لعبة باجلز. باجلز انت هتكتب 3 أعداد، ال3 أعداد اللي انت هتكتبهم لو فيهم الأعداد، لو كاتب عدد مكون من 3 أرقام، لو في رقم صح بس في مكان غلط الكمبيوتر بيخمن رقم عنده، الكمبيوتر بيخمن عدد عنده مكون من 3 أرقام، وانت هتحاول تخمن العدد ده المكون من 3 أرقام. فلو انت جبت عدد صح، لو في العدد اللي انت قلته فيه رقم صح بس في مكان غلط، هيكتب لك كلمة بيكو. على عدد الأرقام اللي هي صح بس في مكان غلط، لو العدد صح، لو في رقم أو أرقام صح وفي مكانها الصح، هيكتب لك كلمة فيرمي. لو مفيش حاجة صح خالص، هيكتب لك بجلز. تعال نخمن رقم كده، وليكن مثلا 1 2 3. كتب زي ما انت شايف فيكو، يبقى انا عندي رقم من الـ3 دول صح بس في مكان غلط. تعال نقلب مثلا كده، 1 3 2، قال لك فيرمي، يبقى هو في الـ2 والـ3. طب تعال نغير الـ3 مثلا عشان نعرف انهي رقم فيهم. فيرمي برضو، يبقى هو الـ2، يبقى الـ1 والـ3 بره، والـ4 كمان. يبقى نجرب بقى نجيب عدد تاني، ولكم مثلا 1 5 2، 1 5 6. لا انا غلطت، 1 1 6 2، 1 7 2. فيرمي، الـ7 كمان في مكانها، يفضل عندي الـ1. 8 7 2، جبتهم كلهم صح. فيرمي. you want do you like to play again no. دي لعبة باجلز، وانا اكتفي بهذا القدر.